أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا الثانية اللي هي بعنوان Weather and Hydrology، الطقس والهيدرولوجي. الخصائص الهيدرولوجية لأي منطقة ممكن تحديدها من خلال ما يأتي: أولا من خلال المناخ، مناخ المنطقة، ومن خلال التركيب الجيولوجي للمنطقة واللي نقصد به التضاريس الطبوغرافية. طبعا العوامل المناخية اللي تأثر على تحديد صفات أو سمات الهيدرولوجية للمنطقة هي أولا كمية وتوزيع المتساقطات أو السقيط اللي سميناه البريسيبتيشن. طبعا احنا راح ناخذ دائما البريسيبتيشن احنا نسميه أمطار للسهولة، لأن هي الأمطار الغالبة عندنا في العراق. عندنا العامل الثاني اللي هو تكون الجليد والثلج، تكون الثلج والجليد. طبعا العامل الثالث تأثير الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة في عمليتي التبخر وذوبان الثلوج. أي عامل في الهيدرولوجي لازم تكون عنده يعني فهم لمسألة عملية الأرصاد الجوية شلون تتم، وما هي القياسات والعناصر اللي راح تأخذ بنظر الاعتبار. قلنا أول عامل موجود أو أن العوامل المؤثرة في عمليات الأرصاد الجوية اللي ناخذها اللي تأثر على الطبيعة الهيدرولوجية للمنطقة هي الويند اللي هي الرياح. نقدر نعرف الرياح بأبسط تعريف لها اللي هي هواء في حالة حركة. طبعا احنا نعرف بأنه الرياح ذات تأثير مهم في عدد من عمليات الأرصاد الجوية المائية اللي ناخذها. ليش؟ لأنه الرطوبة ودرجة الحرارة ممكن أن تنتقل من وإلى الرياح بسهولة عن طريق تلامس طبقات الهواء مع السطوح الرطبة وذات درجات الحرارة، وبالتالي راح يكون هناك تأثير كبير للرياح في عمليتي التبخر وذوبان الثلوج. بالإضافة إلى أنه مثل ما نعرف بأن الرياح مهمة جدا في عملية تكوين الأمطار. الرياح عادة تكون لها سرعة واتجاه. سرعة أو اتجاه الرياح ممكن نحدده من خلال تحديد الجهة التي تهب منها الرياح. الجهة التي تهب منها الرياح هي تمثل لي الويند دايركشن أو اتجاه الرياح. أما سرعة الرياح فممكن قياسها باستخدام معدات اللي هي معدات قياس شدة الرياح اللي نسميها الأنيموميترز. طبعا الأنيموميترز أو الأجهزة المستخدمة لقياس شدة الرياح متعددة الأشكال والأنواع. النوع الشائع الاستخدام واللي يستخدم للأغراض الرسمية اللي هو عبارة عن فد محور عمودي مركب عليه ثلاث أو أربع أكواب من لتقوم بعملية الدوران من خلال مرور الهواء فيها. سرعة الرياح عادة تقاس بالميل بير أور أو تقاس أيضا بالمتر بالثانية أو باستخدام وحدة المعروفة اللي نسميها العقدة نوتس. عندنا كل واحد متر بالثانية عادل بحدود 2.2 ميل بالساعة، وأيضا كل واحد عقدة تعادل بحدود 1.7 ميل بالساعة تقريبا. إهمال هذه الاتجاهات اللي هي معروفة اتجاهات الريح اللي هي الشمال والشرق والجنوب والغرب، وإذا كانت الرياح يعني في ما بين جهتين اللي هي نقول شمالية شرقية أو نقول شمالية غربية أو جنوبية شرقية وهكذا. هذا هو الجهاز اللي سميناه الأنيموميترز بأشكال مختلفة. طبعا مثلا نشوف هنا النفس شكلين،
هذا هو قلنا اللي سميناها الأكواب الثلاثة أو الأربعة اللي مربوطة على المحور العمودي، الهواء خلالها يسوي عملية دوران، والدوران ينتقل ميكانيكيا إلى الجهاز القياس اللي موجود عندنا، وهاي اللي نسميها احنا الفان أو الريشة اللي هي اللي تحدد لي اتجاه الرياح، اتجاه الرياح، الجهة اللي تجي منها الرياح هي تأشر الرأس يمثل الجهة اللي قادمة من أدها الرياح، فنطي اتجاه الرياح. طبعا سرعة الرياح متغيرة، شلون يعني متغيرة؟ متغيرة مع الارتفاع، كل ما نبتعد عن سطح الأرض كل ما تزداد سرعة الرياح. إذا سطح الأرض إلى فالتأثير يكون في الطبقة نسميها الفريكشن لاير، هذه الطبقة اللي تكون الرياح متأثرة بها بوجود سطح الأرض اللي يعيق السرعة مالتها، بمعنى أنه كل ما نبتعد عن سطح الأرض بالارتفاع كل ما تصير هناك سرعة أكبر للرياح، إذن العلاقة تكون علاقة عكسية، يتضاءل هذا التأثير لسطح الأرض كل ما نبتعد إلى حدود تقريبا 2000 فوت عن سطح الأرض، يصبح التأثير معدوم أو غير ملموس. فلذلك ممكن نسوي فد علاقة، هاي العلاقة V على V نوت تساوي Z على Z نوت أس كي، هاي العلاقة تمثل العلاقة ما بين سرعة الرياح والارتفاع، أدنى V هي سرعة الرياح المطلوبة على ارتفاع Z، وأدنى V نوت هي السرعة المقاسة في جهاز مقياس شدة الرياح للأنيموميتر اللي موجود على ارتفاع Z نوت. أما بالنسبة لكي فهي ثابت، عادة يؤخذ بحدود السبع. طبعا احنا مثل ما نعرف سبب حركة الرياح هو الاختلاف في الضغط الجوي، عادة الرياح تتحرك من منطقة ذات الضغط العالي إلى المنطقة ذات الضغط الواطي، من منطقة ذات الضغط العالي إلى المنطقة ذات الضغط الواطي. بصورة عامة على سطح الكرة الأرضية هتتسودد عندي مناطق مختلفة بها اتجاه الرياح بها تبعا لخطوط العرض اللي موجودة عندي. الرياح عادة يعني ما تكون عمودية ما بين خطي العرض يعني مختلفين، وإنما تكون في تقريبا شوية مائلة بسبب ما يعرف بتأثير كوريليوس أو كوريليوس إفكت. فهنا راح طبعا ما عدا المنطقة اللي بخط الاستواء يسموه جيستروفيك وينز اللي هي الرياح الاستوائية. بالجزء الشمالي راح نشوف الرياح بأنه تتجه أو مع أقرب الساعة، اتجاه الرياح مع أقرب الساعة في حول مناطق الضغط العالي، وعكس أقرب الساعة حول مناطق الضغط الواطي. المصدر الرئيسي الأول طبعا هذا في نصف الكرة الشمالي احنا نحكي اللي هي احنا موجود به العراق، المصدر الرئيسي للطاقة اللي تولد الرياح اللي هو الأشعة الشمسية. الأشعة الشمسية 1% يقدر ب 1% من الأشعة الشمسية اللي موجودة على سطح الأرض أو تصل إلى سطح الأرض راح تتحول إلى طاقة رياح. طبعا هذه الطاقة هي اللي تعطينا الرياح اليومية اللي نسميه الرياح الليل والنهار أو ما يعرف باسم نسيم البرد والبحر. هنا هذا فد مخطط بسيط يوضح لك اتجاه الرياح على مستوى سطح على الكرة الأرضية. مثل ما نشوف قلنا المنطقة اللي تكون الضغط الرياح تتجه من المنطقة ذات الضغط العالي إلى الضغط الواطي، طبعا منطقة الضغط الواطي هي المنطقة تكون درجة الحرارة بها أعلى من منطقة الضغط العالي. فنشوف هنا اتجاه الرياح من العالي إلى الواطي، هنا تتمدد تصعد مرتدخ تفتر وهكذا،
نابل عكس من العالي إلى الواطي، وأخيرا الرياح اللي تجي من القطب باتجاه منطقة الضغط الواطي. فحتشوف إنه الرياح عندنا في حالة دوران مستمر بهالصورة وهكذا. هذا في النصف الشمالي. في النصف الجنوبي هسه العملية بالعكس، عملية تصير بالعكس مثل ما نشوف بالمخطط. هذا اللي قلنا انه تأثير درجة الحرارة او الشعاع الشمسي في توليد الرياح ما بين الليل والنهار. مثل ما نشوف احنا نعرف بانه المنطقة اليابسة تمتص درجة تمتص الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة، عكس المياه اللي تمتصها ببطء وتفقدها ببطء. فبالنهار حتكون اليابسة درجة حرارة بها اعلى من البحر، فنشوف راح يكون الضغط هنا اوطى من الضغط اللي موجود على المسطحات المائية. فنشوف اتجاه الرياح او نسميه نسيم البحر يجينا من البحر باتجاه اليابسة. بالليل عملية عكسية، يكون اليابسة فقدت الحرارة بسرعة صارت ابرد من الماء، فتكون اتجاه الرياح اللي نسميه نسيم البر من اليابسة باتجاه البحر. كذلك تأثير التضاريس أيضا في الليل والنهار ما بين الجبل والوادي. فبالليل بالنهار العفو راح يكون الاتجاه الرياح من الوادي باتجاه السفوح الجبال، وبالليل بالعكس حتكون الرياح من سفح الجبل باتجاه الوادي. طبعا الرياح الباردة، أنا نتكلم عن الرياح الباردة. هذا فيما يخص مسألة أو الرياح.